أسعد الله مساكم وحياكم الله معنا مشاهدينا في كل مكان في مسائي. أرحب فيكم في زميلي راشد في الاستديو. مساك الله بخير يا راشد. مساء الخير عذار، مساء الخير والمحبة والسعادة والابتسامة مشاهدينا الكرام، حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم. ننطلق معكم في هذا المساء مشاهدينا الكرام مع أولى طبعا لقاءاتنا لهذا المساء، لقاء شبابي راح يكون، شباب الكل يتمنى صراحة يكون مكانهم، الكل يتمنى يكون موجود معاهم مثل ما أنتم شايفين في الساحة الآن السياسية والساحة الكويتية بشكل أكبر. هناك سأشارك، هناك سأقاطع، هناك مقاطعون، هناك عدة أسماء، الكل يتبنى مشروع معين. اليوم المشروع اللي معانا هو مشروع مبادرون، لكن مبادرون على شنو؟ هذا راح نتعرف عليه في هذا المساء إن شاء الله من خلال تواجدهم معانا. وفي البداية أمسي بالخير على حجرف ناصر الحجرف. مساء الخير أخوي حجرف، حياك الله. يا أهلا وسهلا أخوي أبو تركي، ومشكورين على استضافتكم لنا بهاليوم اللي من خلاله نطرح فكرتنا ونطرح مشروعنا للشعب الكويتي وللشارع كله. الساعة المباركة ويا هلا مرحبا فيك. وأيضا مشاهدينا الكرام نرحب هو زميل أيضا في مجال الإعلامي وأيضا مع هذا المشروع مشروع مبادرون، وهو محمد العرادة. مساء الخير محمد، حياك الله ويا هلا مرحبا فيك ويعطيكم العافية على هذه الاستضافة اللي مثل ما وضح أخوي حجرف أيضا ان من خلالها نقدر نوصل رسالتنا لكافة الشعب الكويتي. حياكم الله معنا، أكيد احنا سعيدين بوجودكم بيننا. مشروع مبادرون يمكن الناس سمعت عن سأقاطع وسأشارك، لكن مبادرون واللون البنفسجي هذا انتم اللي بتعرفونا عليه، عرفنا على هالمشروع حجرة. مبادرون اختي هو مشروع شبابي، مزيج بين اللون البرتقالي واللون الازرق، وشكلنا بذلك هذه رمزية لنا ان يكون اللون بنفسجي. الفكرة ان يكون نطرح لغة الحوار بالشارع ونخفف من مدى الاحتقان اللي صاير، وهو صاير احتقان الحين بالشارع بين كل الاطراف المتناحرة، الا ان احنا ارتئينا ان من خلال مجموعه هالشباب المبادر ان يعني نوضح وجهات نظر الشباب، او بالاحرى ان الشباب كلهم يقعدون على طاوله مفاوضات واحده ويتناقشون، ونبين صدق ان الشباب هو شباب مبادر. الشباب الكويتي شباب مبادر. الشباب الكويتي شباب قائد مو منقاد مثل ما قاعد يصور البعض. احنا قاعد نبين للكل ان اليوم احنا في صدد نقلة نوعية للمجتمع أو للشارع أو للشباب، ننقل هموم الشباب ونخلي الشباب فيما بينهم يتحاورون، ما يتسلق على ذلك المستفيدين وما يستفيد منها المستفيد. نبي إحنا أطروحاتنا تصير بيننا، خلافنا ومشاكلنا وأمورنا يصير كلها بيننا على على في طاولة مفاوضات واحدة، في قاعة واحدة، في مكان واحد. يعني باختلاف وجهات النظر مو مشكلة، المهم انك انت تحاور، انت تبي مبدأ المحاورة بينكم بين شك. الجهة المقابلة احنا اللي ننشد له ان نكون نقعد في 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 مكان واحد ونتحاور بيننا وبين بعض. سواء انا مخالف لك او انت مخالف لي، يعني نقعد ونتحاور ونتكلم ونسولف مع بعض ونتناجر مثل ما قلتي، ونتناجر ونتداحر، وبعدين بالنهايه نطلع بنتيجه. طيب نطلع بنتيجه. يمكن هذا اخوي حجرف هدف من الاهداف، يمكن في اهداف ثانيه اخوي محمد يمكن حول هذا المشروع مشروع مبادرون، اهداف كثيره عرفنا عليها. احنا اخوي هدفنا الرئيسي باعتقادي هو ازاله الاحتقان الموجود في الشارع بين القوى السياسيه. لذلك حتى حين دخولنا لسمو الامير عرضنا مشروعنا ان كيف نجمع كافة القوى السياسية الشبابية بعيدا عن القوى السياسية الكبرى، ووضع هذه القوى في طاولة حوار للتحاور والخروج بنقاط اتفاقيات معينة ونقاط اختلاف سنعرضها بعد إقامة هذا المؤتمر وإقامة ورش العمل، ونرفع هذه المبادرة إلى سمو الأمير. سمو الأمير طبعا رحب في هذه المبادرة وقال أنا معاكم باللي تبونه. في النهاية في ختام هذا العمل سنضع نقاط الاتفاق، نقاط الاختلاف، نقاط بعض القوى اللي عرجت على بعض الأشياء وما تطرقت لها قوى أخرى، ويرفع هذه المبادرة إلى سمو الأمير حتى يتم اتخاذ الإجراء اللازم حيال هذا الموضوع. يعني أستاذ حجرف توقت لنا أنتم بادرتوا، الشباب الكويتي مبادر وفعلا هو شباب قيادي، ليش اخترتوا اسم مبادرون بالذات يعني خصوصا في هذه الفترة؟ احنا أول شيء يعني صراحة بالنسبة للاسم هذا تحديدا، لأن قاعد نتناقش ونشوف فصارت لنا فكرة مبادرة، ايش رايكم شباب خلينا نبادر بشيء نقدمه. فارتأى محمد رشح ان يكون اسم المشروع مشروع مبادرون لمبادرة. مو احنا ما نتكلم عن انفسنا، واحنا ما ننشد لانفسنا، احنا قاعد نتكلم يعني ان شاء الله ان نقدر نتكلم باسم الشباب الكويتي كله، الشباب الازرق والشباب البرتغالي، ونبي نتكلم بلسان، ونمو نتكلم احنا بلسانه وهم يتكلمون.
أنا أيضا بعقب على النقطة هذه، يعني اسم مبادرون أعتقد يجمع بين مشاركون ومقاطعون، أن ما نميل لأي كفة على كفة، بما أن إحنا مزيج بين البرتقالي والأزرق، فالاسم هذا يثير التفاؤل ويثير التمازج بين القوى الشبابية أساس نقيم هذه المبادرة ونرفعها لسمو الأمير ويقام المؤتمر. خصوصا أن الشباب اللي مشاركين في مبادرون منهم مقاطع ومنهم مشارك، فإذا أنتوا تتحدون على الحوار. إينا. هذا اللي فهمناه. اين 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 جميل. كنا اهل الكويت كلهم جبلوا على الحوار، وهذا طبيعتنا احنا ككويتيين ومجتمع دواوين، اذا ما نسولف نتعب الصراحه. لازم نتكلم ولازم نسولف ولازم نحكي، لكن احنا عندنا فاصل راح ناخذه معكم مشاهدينا الكرام، ونرجع نتواصل ان شاء الله ومع ضيوفنا الكرام، وهل واجهتهم انتقادات من قبل المواطنين؟ بعد الفاصل نتعرف ان شاء الله. جرب مثل ما قلت لنا مشروع مبادرون، مشروع شبابي كونتوا على أساس أنكم تجمعون فكرة الحوار بين المشارك والمقاطع. هل هذه الفكرة لاقت استحسان من قبل الناس؟ شلون قدرتوا تتواصلون مع الناس تأخذون رأيهم سواء أنهم مأيدينكم أو معارضينكم؟ أختي إحنا مجرد ما تكلمنا بهالفكرة، يعني صراحة كنا نرتقي أن الانتقاء أو النقطة الأولى، النقطة الأولى من بداية هذه الفكرة تكون في مباركة سيدي حضرة صاحب السمو، والحمد لله وفقنا الله ودخلنا على صاحب السمو وشرحنا له فكرتنا، قلنا طول العمر احنا فكرتنا كذي 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 كذي، هذه الفكرة اللي عندنا، هذه أطروحتنا، هذا ما نتمناه، هذا اللي ذكرته في البداية، الفكرة اللي عرضتها على صاحب السمو. إيه الفكرة احنا عرضناها على صاحب السمو. انتم كشباب تجلسون مع بعض تتحاورون. بالضبط من خلال شرح شفهي، بالإضافة إلى كتاب خطي بغطاء من قبل من؟ ماكو غطاء على هذا المؤتمر. ماكو غطاء، احنا قدمنا بانفسنا، احنا اتصلنا على الديوان الاميري وقلنا لا احنا مجموعه شباب وعندنا كذي كذي ونبي نلتقي بصاحب السمو. هل كان لقاء صاحب السمو طلب المقابله بهالسهوله؟ يمكن في ناس يقولون شلون انا اقابل سمو الامير؟ ما اقدر ادش. تصدقين يومين؟ يعني يومين. شيء ممتاز صراحه. اتصلنا اليوم احنا، ثاني يوم، ثالث يوم كلمونا قالوا تعال انت، يعني او ثاني يوم حكونا قالوا انت ترى مقابلتكم يوم الثلاثاء الساعة 11:15. يعني حتى ما أعطوكم فترة طويلة اللي تخليكم تكتئبون ولا تتحبطون، بالعكس أبداً كانوا مساعدينكم. أبداً شيء ممتاز. يوم ثاني يوم كلمونا قالوا تعالوا، إحنا صراحة يعني أنا ما أخفيكم، إحنا حسينا بمسؤولية يعني صار الموضوع الحين خلاص، إحنا كنا نعول على مقابلة صاحب السمو إن من خلاله تنطلق وتنتشر، فلما دخلنا على صاحب طويل العمر قلنا له طويل العمر الموضوع كذي كذي، حاورنا وناقشنا وأضاف علينا وشرحنا له وقلنا له طويل العمر ترى إحنا المجموعة اللي بين أياديكم الكريمة نصها برتقالي ونصها أزرق، أو ثلاث أرباعها برتقالي وربعها أزرق، فبالعكس أشاد وحط يعني شجعنا وأزرنا وقال لا توكلوا على الله وتحاوروا. فمن عقب هي نرجع على سؤالك، من عقب لقاء طويل العمر يعني انطلقنا من خلال التصاريح اللي خذوها منا من خلال القنوات او الوكالات الاخباريه، لقينا يعني من بعض الناس اللي قدروا يتواصلون معانا شخصيا، احنا عندنا اكاونت بتويتر، قدروا يتواصلون معانا، طلبوا الانضمام وشكرناهم على انهم بعد بينضمون لنا. بس هذه يعني حاليا عن طريق التويتر، ما قابلتوا مثلا في الجامعات في الدوامات شيء حاولتوا تتواصلون مع ناس بطريقه اكبر؟ احنا كل الناس تهتم ان ادش تويتر. احنا من خلال بعض الشباب اللي معانا بالجامعه، يعني بعض المبادرون اللي معانا من الجامعه، فقاعد نسوق فكرتنا بالاماكن العامه، بالمنتديات، بالدواوين، عندكم انتوا، قاعد نسوق بالاعلام من خلال يعني مشكورين انتوا اليوم بعد انتوا ساعدتونا لنسوق فكرتنا، فيعني من خلال هالاماكن احنا قاعد نسوق فكرتنا. احنا ما عندنا شيء، احنا ما عندنا امكانيات، ترى احنا شباب متواضع، يعني اكثرنا اللي على راتبه، يعني افضلنا اللي راتبه ممكن شويه قوي، معانا بعض الدكاتره الاطباء، فيعني هذا اكثرنا امكانيات، ما عندنا شيء احنا. وانتم ما تحتاجون يعني لاموال طائله حتى تكون في لافتات او في شيء، بس انتقل الى محمد. انا قبل لا تنتقل للسؤال، بالنسبه للجلسات احنا جلسنا مع بعض الحركات الشبابيه المعارضه وبعض الحركات الشبابيه اللي لونها ازرق ومؤيده للمشاركه في هذه الانتخابات، ولاقينا اقبال ولله الحمد، خصوصا ان هذه المبادره
تحمل يعني الطرفين، ما لها ايديولوجيه معينه، لها توجه وهدف واحد يصب في مصلحه الوطن. لذلك اعتقد يعني وصلتنا موافقات مبدئيه للمشاركه في هذا المؤتمر بشريطه ان من يقوم على هذا المؤتمر هم جروب مبادرون. انتوا اللي تقومون، انتوا طيب من اللي يغطيكم التغطيه من قبل من؟ انتوا تقومون في عمليه الحجز وعمليه الاجتماع والتنسيق وكذا، هل في اليه قانونيه تنظمكم ولا انتوا فقط راح تحجزون مكان معين والتنسيق راح تكون اتصالات تعالوا خلينا نقعد على طاوله واحده، ايش راح تحكون فيه؟ احنا ما زلنا متواصلين طبعا، سمو الامير بارك لنا هذه الخطوه، منتظرين موافقته على رعايه هذا المؤتمر بعد مباركه الساميه على اساس يكون المؤتمر تحت ظله وتحت اسمه، ومنها تشارك جميع القوى السياسية الشبابية المختلفة في هذا المؤتمر. اطرح آرائك، اطرح تعبيرك، شنو النتيجة اللي تبونها؟ انت انا الوقت قاعد يضايقني الاخوان بالكنترول وانت مذيع وعارف السالفة. اجتماعكم هذا شنو اللي تتمنون تخرجون منه؟ احنا نتمنى ان نخرج بنقاط التقاء ترفع الى المقام السامي ليتم الموافقة عليها من قبل سمو الامير بعيدا عن التيارات السياسية اللي تكون قيادتها الناس. ايه شنو تبون؟ أنا أتكلم عن نفسي، حجر في يتكلم عن نفسه، أي شاب له الحق أن يتكلم عن نفسه في هذا المؤتمر، وأي قوة سياسية شبابية تتكلم عن نفسها ولها الحق أن تعبر عن آرائها مهما كانت في ظل هذه الديمقراطية. جميل، إذا حجر في هذا المؤتمر سيخرج بتوصيات، والتوصيات هذه سترفع إلى صاحب السمو حتى نوضح صورة للمشاهد الكريم واللي حاب يتواصل معاك. طبعا مشاهدينا موقع الإخوان اللي قاعد تشوفونه على الشاشة، موقعهم على تويتر، اللي حاب يتواصل معهم ينضم معهم. هل في آلية لعملية الانضمام؟ هل في رسوم؟ هل في اشتراك؟ هل في شيء مبدئي نوع من المساعده لعمل مثل هذا المؤتمر هذا التجمعات؟ احنا الحين ما يعني ما نبي شيء، ما نبي الا ان نسوق لها الفكره، ونبي الفكره هذه تنتشر. فيما بعد راح يكون ترتيب اخر لوضع اليات المؤتمر وللتنسيق، وراح تكون لجان خاصه يعني للتنظيم وللاعلام ويعني لبعض الامور الاداريه التنظيميه الداخليه. راح بدون شك، بدون ادنى شك، راح نستفيد من 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 من, من مشاركه اخواننا. ممتاز، وراح يضيفون لنا. السؤال الأهم محمد، الحين مشاركون مقاطعون هذه للانتخابات المقبلة، مشروع مبادرون ما بعد الانتخابات شنو عندكم؟ ايش راح تسوون؟ هل راح تستمرون أو للانتخابات وخلاص وقف دوركم؟ أنت ذكرتي نقطة جيدة، أنا أرى أن أكثر القوى السياسية الموجودة في الساحة حاليا ما تطرقت لموضوع بعد 1/12 اللي راح يكون. احنا كمبادرون هدفنا اصلا مو ينتهي في 1/12، احنا هدفنا يبتدئ بعد 1/12. هدفنا السامي هو اقامه هذا المؤتمر اللي يشمل جميع الشباب، ممكن البعض يعترض على بعض الاراء، البعض يتوافق، يبقى الامر يخول في المؤتمر، وبعد هذا المؤتمر يرفع الى مقام صاحب السمو. احنا عندنا مشروع اعتقد مثل ما ذكرناه امس في اجتماعنا، اللي هو بعد 1/12 عندنا خطه قاعد نعمل عليها من الان. بعد الانتخابات شنو راح يكون هدفنا؟ لأن بعد الانتخابات الاحتقان راح يزيد، ما راح يقل، هذا بوجهة نظرنا وبوجهة نظر الجميع أعتقد أنا. فبعد 1/12 عندنا بعض الأشياء والخطط قاعد نعملها حاليا حتى نبعد البلاد من هذا الاحتقان وننتقل إلى مرحلة الحوار، خصوصا أن في الفترة الحالية يعني تجد ظهرت حجر في لغة التخوين، وظهرت كثير من اللغات اللي ما نحبها ولا نفضلها. فلذلك نتمنى من جميع الأخوة خصوصا الشباب، ركز ان يتعاونون معنا لنعمل بعد 1/12 على ترسيه او يعني المسير في 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 اقامه المؤتمر اللي راح يكون تقريبا في بدايه السنه المقبله ان شاء الله. كل الشكر لك اخوي محمد العراده، والشكر موصول لك اخوي حجرف ناصر الحجرف على قبولكم هذه الدعوه، وبالتوفيق ان شاء الله في هذا المشروع، مشروع مبادرون، ونلقاكم على خير ان شاء الله في جميع خطواتكم اللي مقبلين عليها، وهني اخوانكم واهلكم في الراي بالتاكيد. اذا عندك رساله بعجاله اخوي حجرف. احنا نشكركم ونشكر اخواننا، ونتمنى من الكل ان يبادر معانا، لان احنا مبادرون، احنا نبي نكرس مفهوم ان الشاب الكويتي قائد، مو ما حد يقوده. نعم. وهذه الفكره اللي احنا جايين نوصلها عندكم هنا. انا رسالتي مختصره جدا، اتمنى من جميع الشباب سواء البرتقالي او الازرق ان لا ينجرفوا خلف التيارات السياسيه، ولا ينجرفوا خلف ترميز بعض الاشخاص، بل احنا نرحب فيهم ونتمنى انضمامهم معانا لمصلحة الوطن العليا في الكويت فوق الجميع. كل شكر لكم، يعطيكم ألف عافية. مشاهدينا إن شاء الله كلنا مبادرون لمصلحة هذا الوطن الجميل. فاصل، نرجع لكم مرة ثانية في مسائي.
تحتفل مشاهدينا الكرام جمعية المهندسين الكويتية بمرور 50 عام على تأسيسه، وحول هذا الموضوع الأمانة وحول هذه الاحتفالية وهذه المناسبة اللي راح تكون إن شاء الله في أعتقد 20/11، وراح يأكد عليها ضيفنا الكريم في هذا الموضوع إن شاء الله، راح يكون هناك مؤتمر صحفي حول هذه الاحتفالية وأهم المشاريع وأهم المبادرات. اليوم ما شاء الله كله مبادرة في مبادرة، والله يدوم المبادرات طبعا على الخير والمحبة في بلدنا العزيزة الكويت بالتأكيد. ولكن اليوم يسعدنا حقيقة أن يكون معنا رئيس جمعية المهندسين المهندس الأستاذ حسام الخرافي. مساء الخير أستاذ حسام، حياك الله ويا هلا مرحبا فيك. الله يحفظك بالتركي، مشكور. طبعا نقول لكم نبارك لكم، احنا ان شاء الله نكون اول ناس. الف مبروك على مرور 50 عام تأسيس جمعية المهندسين الكويتية، وحول هذا المؤتمر حول هذه الاحتفالية شنو حاب تقول لنا؟ والله ابو تركي احنا يعني اول شيء احب اشكر يعني مجموعه الراي يعني بالتلفزيون والجريده وقفتكم ويانا بالجمعيه، يعني ما شاء الله من زمان. موضوع يعني ما شاء الله جمعيتنا الحين صار عمرها 50 سنة، احنا بدينا هالاحتفاليه وهالفعاليات من بدايه يعني 2012 بحفل تكريم لكل من شارك في بناء هالجمعيه، يعني ما شاء الله المهندسين يعني أقدم المهندسين الكويتيين، وزارة الشؤون والرؤساء السابقين ورؤساء التحرير، والحمد لله كانت فعالية يعني حلوة جمعة من زمان ما كنا نحتاجها كمهندسين. هذا اللي صار في بداية السنة، هذا بداية السنة. نعم. وكملنا بفعاليات اللجان اللي كانت تشرك يعني خلينا نقول المواطنين في لجان ثقافية أو يعني اجتماعية. ومن الشغلات بعد اللي صارت لجنة عندنا علاقات العامة اشتغلت على أساس أنه دخلت الجمعية في موسوعة جينيس القياسي العالمي بالضبط. على شكل خوذة مهندس مجمعة من عدد خوذ يعني كسر رقم القياسي يعني في هالموضوع، فالعدد يعني او بالشكل كعدد يعني كعدد وصار عندنا خوذه كبيره، يمكن تمر على الجمعيه ما تدري شنو هو، فانا اقول حق الناس يعني اللي يشوفها ترى مجموعه خوذ شكلت خوذه كبيره بالضبط. فهذه يعني هذه زينه انه يعني هذه طبعا من ناحيه اعلاميه وكعلاقات عامه يعني اعتقد هذا يعني افضل ما ممكن يسوونه. فيعني هذا بشكل عام اللي بديناه. المؤتمر الصحفي اللي بيكون مثل ما تفضلت ب20/11 هو فعلا اليوم اللي يعني اللي كملت فيه الجمعية 50 سنة. حبينا هالمرة نضيف شيء ثاني يعني خلينا نقول قيمة مضافة للمجتمع اللي هو الأساس جمعيات النفع العام، هذا اللي المفروض نسويه. ومثل ما تفضلت يعني هي فكرة مبادرات، مجموعة مبادرات احنا رابطينها في تحت مسمى مشروع رؤية وطن، لأنه بصراحة يعني هذا يعني خلينا نقول نحتاجه بهالفترة، كثر اللغط السياسي، فكنا نبي نحط مثل ما شاء الله الشباب اللي مساعي وياك. نعم صحيح. يعني على الأقل نبي نعمل، بس شبعنا من الكلام. فإحنا بجمعية المهندسين حطينا مشروعين تمسك المواطن، يمكن أنت شايف موضوع المرور. نعم. موضوع الإسكان. نعم. هذه أنا أعتقد موضوع الزحمة قصدك؟ المرور الزحمة هي يعني. نعم. الزحمة الحين ما شاء الله من مكان لمكان لازم تحسب حساب الزحمة. صحيح. وما تدري يعني توقت الزحمة صرت. نعم. فهذه أنا أعتقد يعني وقاعد تزيد يعني تصير يعني مشكلة، أنا خايف تحول مشكلة اجتماعية بعد يعني. صحيح. من الأعصاب الناس وكذا. صحيح. فحنا كانت عندنا مبادرة، طبعا المبادرات ما وقفت يعني هي من فترة، لكن خلينا إن كانت بشكل قانون وإن كانت يعني الشباب اللي قبلنا واللي إن شاء الله جايين عقبنا مكملين في الموضوع، وهذا اللي يميزنا بجمعية المهندسين دائما نحط شيء، لكن ساعات الإعلام ما يخدمنا أو موضوعنا يعني يكون معقد أو جدا فني اللي ما يعني ما يستوعب إلا مهندس أو صاحب الاختصاص نفسه. فيعني لذلك إحنا نقول القضايا اللي يحتاجون فيها صاحب الاختصاص أو صاحبة الاختصاص لا يفتي فيها أبناء المجتمع أو بنات المجتمع بشكل عام، كون أنه يحتاج له إذا سيست أو إذا أصبح الأمر للعامة سيقف هذا المشروع، فبالتالي أي عمل يحتاج له متخصص تركته للعامة سيقف هذا المشروع. كلامي متفق معي؟ لا 100%. وبعدين عشان كذا إحنا لما نتكلم طيب نتكلم كمهنيين إذا يعني من باب هذه المهنية ومن باب هذه الاحتفالية اللي هي مرور 50 عام، هذا التوقيت اللي اخترتوه حتى تطلقون فيه هذه المبادرات اللي هي مبادرتين راح تطلقونها في 20/11. المبادرة الأولى شنو هي؟ هي أبو تركي هذه قضايا اجتماعية، هو المبادرة الأساسية هي يعني أو خلينا نقول المشروع الأساسي. نعم. هو مشروع قومي، يعني إحنا قاعد نتكلم على مشروع جون الكويت. مشروع جون الكويت هو الأساس اللي بنتكلم عليه بتفصيل، ويمكن اليوم بيصير في كلام عليه، لكن أنا تكلمت على القضايا اللي تمس المواطن حاليا وقاعد يتأثر منها، فقلنا أن نحطها كلها برزمة
ونسميها رؤية وطن. أستاذ حسام، هذا لأول مرة تتحدث عنه هذا الموضوع اللي هو جون الكويت. جون الكويت أول مرة. أول مرة معانا في هذا اللقاء بالضبط. في برنامج مسائي في تلفزيون الرأي. بالضبط. مشاهدينا، هذه الخريطة أمامكم على الشاشة الآن قاعد تشاهدونها، ومهندس حسام الخرافي رئيس جمعية المهندسين راح يشرح لنا شنو هذه المبادرة وشنو هذه الفكرة وهذا المشروع اللي حضرته تفضل قال مشروع قومي. هذا المشروع أستاذ حسام مشروع الكويت، مشروع جون الكويت تحديدا، وهذا الخريطة أمامنا الآن على الشاشة. حضرتك شنو حاب تتكلم عنها؟ بنفصلها للمشاهد. وتركيا أنا يعني بحاول يعني أحطها بطريقة يعني سهلة وسريعة عشان ما أدخل بتفاصيل وايد. الفكرة أول شيء ليش جون الكويت؟ جون الكويت يعني سبحان الله في علاقة تاريخية ويا دولة الكويت. صحيح. يعني إن كانت الكوت نفسه مكانه ورزق البحر وهالبحر اللي يعني من التاريخ. طبعا الفكرة إن سبحان الله يعني في أسوأ وضع بيئي للجون بلدنا كثر فيها اللغط السياسي، احنا نبي نطلع عن موضوع الكلام السياسي والحكي ونعمل. والفكرة الأساسية الجون يعني المنطق يقول إن الامتداد يكون حوالين الجون، لكن سبحان الله يعني إن كانت قبل ما كان عندنا هالرؤية هذه للتوسع العمراني ما كان عندنا التفصيل، مع أن الآن الهيكل التنظيمي لدولة الكويت يعتبر من أنا أعتقد من أفضل الهياكل التنظيمية موجودة في المنطقة، والشباب الموجودين الحمد لله يعني همني بردون الشب، وما سوينا شيء كذي إلا يوم تشاورنا وياهم. الفكرة يعني بشكل سريع مقسمة، يمكن تشوف المناطق اللي موجودة فيها. المنطقة اللي القديمة أو المنطقة اللي فيها العاصمة هي اللي باللون الأزرق، اللي قلنا هذه تكون مشاريع الهوية، هوية الكويت، إن كانت القرية التراثية، إن كانت أي شيء، المقاهي الشعبية بالضبط، يعني بتراث بحيث أنه يتحول إلى شيء خلينا نقول مثل حتى ترفيهي، بس عيالنا ما يضيعون ترفيهي وما يدري شنو تراثه وما يدري شنو. هذه المشاريع مش مقامة في هذا المكان، هي الآن تقام مقامة بس يعني بطريقة منفردة. أنا بقول لك شنو الآلية اللي راح تجمع هالموضوع هذا يعني بالأخير. هي المشاريع موجودة وفي مثل قرية الغواصين وفي كذا المقاهي الشعبية، لكن نبي تربط أكثر وبطريقة أن تحس في تواصل بينها. يعني خلينا نقول كذا، أنا مثلا باخذ عيالي وبروح يعني خلينا نقول ويكند، تسوى أني أخذ لي غرفة بفندق وأتمشى وأروح من مكان لمكان، يعني بطريقة أن حتى يعني تجيب لك سياحة داخلية من وتستفيد بنفس الوقت من التاريخ والتراث اللي موجود عندك. جميل. وهوية، ترى احنا هاي الفكرة أن الهوية، لأنه وايد صار في كلام وايد. أنا أتكلم الهوية يمكن حتى من ناحية الشكل العمراني المباني المساع كنا نتكلم عنه، هذه فقدناها لازم نردها، وعشان تردها لازم تتذكر أول شيء شلون بديت وشلون بيوت الطين وهذا، وتبني على هالأساس. ممتاز. هذا في المنطقة الزرقاء، هذه المنطقة الزرقاء بحيث أنها موجودة، يعني خلينا نقول البيلدينجز وهذه إكزيستينج، يعني هذه موجودة. موجود. المنطقة الثانية تتحكى عنها، المنطقة الثانية اللي هي خلينا نقول الصليبيخات وامتدادها. بعد الفاصل نشوف شنو راح يحتوي الصليبيخات وامتدادها. بعد الفاصل مشاهدينا راجعين لكم، خلكم ويانا. إذن مشاهدينا، معنا رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس حسام الخرافي، وحديثنا عن جون الكويت وهذا المشروع الوطني اللي بادروا فيه إن شاء الله، وراح يطلقونه في المؤتمر الصحفي في 2011 لهذا العام إن شاء الله. باش مهندس، أيضا نكمل حوارنا، وصلنا إلى منطقة الصليبيخات. بالضبط. وهذا يعني اللون البني، منطقة الصليبيخات، وتشوف حتى الـ يعني المؤشرات عليها إن في مناطق تجارية، مناطق ترفيهية. نعم. اليمها راح تكون منطقة سياحة بيئية، يعني اللي هو اللون الأخضر. اللي هو اللون الأخضر، الفكرة منها إنه يعني خلينا نقول فنادق وشاليهات بس صديقة للبيئة، لأن فيها مناطق حتى نادرة، يعني حتى إن كانت طيور ولا يعني حتى التربة نفسها هناك. لا، إذا يرجع الكنترول الماوس على الأخضر اللي بجانب البني يشرون عليه. أيوة، هذا المنطقة اللي قاعد تحكي عنها. عدل الأستاذ. بالضبط. نعم. وبعدين وراها منطقة سكنية. منطقة سكنية. أنا بس حبيت أقول نقطة نسيتها أول الحديث، إن فكرة الجون ترى
يعني حتى الشغل اللي عليها كان مع القطاع الخاص وجامعة الكويت، وبالذات هالمنطقة هذه يعني إن شاء الله حتى بالمؤتمر الصحفي الطلبة اللي اشتغلوا عليه هم اللي راح يسوون البرزنتيشن. يعني كانت الفكرة منها أن يعني عيالنا ما شاء الله وصلوا لمرحلة قسم العمارة أن يعني سووها بطريقة، لأن نشوف المرحلة اللي وراها البيئية المحمية في مجسمات موجودة إن شاء الله بالمؤتمر الصحفي بيكون يعني هم اللي بيتكلمون عليها. فأقول لك يعني إن شاء الله أنا راح أكون من أول حاضرين، والله ضروري حيا الله أي أحد يعني الساعة 10:20-11 جمعية المهندسين يعني حياكم الله 10 الصبح إن شاء الله. فبشكل عام يعني أنا عشان ما أطول عليك بعد وخلينا الفقرة الأخيرة اللي هي امتداد لمدينة الحرير، اللي إن شاء الله يعني إحنا متفائلين، بس بالأخير ليش طرحنا شيء مثل هذا؟ طبعا يعني الفكرة إن قيمة مضافة للمجتمع، إحنا هذا دورنا في جمعية المهندسين، إن ما نخلي شيء أي فرصة نشوفها لازم نمشي فيها، مشروع وطني مهم بالنسبة لنا. في مبادرة ثانية بشمهندس، أنت قلت مبادرتين في هذا المؤتمر. أنا بس ودي بعد أكمل على النقاط الحمراء ما تكلمت عليها أنا، هذه كانت الفكرة إن تصير شيء مثل port of calls يسمونها، يعني خلينا نقول فيها ميناء وقهاوي ومطاعم، الناس يعني تروح وقت يعني ترفه عن نفسها، يمكن شيء مشابه له بالمارينا بالمارينا كريسنت. الفكرة منها إن كل منطقة يكون عندها هالمكان هذا، ويصير في تواصل بين النقاط هذه بعبارات، ها وسيلة النقل يعني بين النقاط الحمر هذه. يعني أنا ممكن أطلع من منطقة الحرير أتجه إلى مثلا القرية التراثية بالجهة المقابلة بالضبط عن طريق عبارة بالضبط، والفكرة إنها تكون صديقة للبيئة. وبعدين الجون كله يعني كان ودنا إنه يكون محمية بيئية، يعني هذا كانت الفكرة، وأي شيء داخله وحوالينا يعني يبتدي شوي شوي إنه يعني الطلعة، لأن عندنا أكيد شيء مثل مينا شويخ مشكلة، عندنا محطة الكهرباء مشكلة. الفكرة اللي الجديدة يمكن اللي طارحينها إنه يصير في مشاركة بين القطاع الخاص والحكومة اللي هو عقود المشاركة وتنفذ على حجم جون الكويت. تحتاج قانون؟ هو القانون موجود، موجود قانون ما في مشكلة، كل شيء موجود يعني، بالعكس هو بس إنه يؤخذ قرار فيها. يعني أنت قاعد تتكلم على إذا ما خاني ذاكرة إنه 50% أسهم المواطنين 51 بالضبط يعني أو 24 أعتقد. تطرح إلى الكتاب العام قصدك شركة كتاب عام وشركة وهذه أملاك دولة وكلها، والمستثمر يزايد حال غيره، لأن هذه هي اللي راح تشغل الموضوع كله. ممتاز. طيب حتى لا يأخذنا الوقت يمكن قاعد يضايقنا، جسر جابر بشمهندس ما تحكيت عنه، مو موجود معاكم بهذه المبادرة؟ يعني أنا ما يعني ما ودي، هذا مثل جرح عندنا يعني، جسر جابر بالوقت الضايع حتى وقته غريب. شوف طول العمر جسر جابر يعني أنا يمكن قبل شهر صرحت على موضوع إنه يعني حتى سميته مجزرة بيئية، وطبعا الناس خذوا علي وكذا، والحمد لله الأمور يمكن الحين بدت يعني تحرك مرة ثانية. ما سميها أنا سرقة، لأن إن كانت سرقة يعني موضوع جسر جابر فإحنا كلنا مشاركين فيها، لأن هذا مشى بال خلينا نقول بالبروسيس الطبيعي مال أي الإجراءات القانونية يعني. هذا أنا يعني بالضبط، عشان كذي أنا حتى ما تكلمت عن إن يعني الإجراءات اللي صارت، الإجراءات هذه لا موضوع آخر، هناك من بالضبط. لديه إثبات ضد هذه الإجراءات عنده يعني قضاء موجود، وصارت من زمان فترة يعني حتى أنا يعني خلينا نقول ما كنت بموقع أني أقدر أتكلم عليه. الآن يعني الإخوان في المجلس البلدي بدأوا يتحركون، مع أنه يعني أنا أعتقد الطريقة الأمثل أنه يتحركون في مجاله، يعني إن كان صحفي الأولى أنه يتكلم بمكانه، والمجلس البلدي كان المفروض أو لا يتكلم بمكانه، لأن هذا كان مناشدة من شهر. أعتقد بالأخير يعني إذا مشروع في هالحجم بهالطريقة، ما أتكلم على الإجراءات بس أقول الله يعيننا، إذا في فني يقيم 28 دقيقة يعني فعلا هذا شيء خطر، مو على مستقبلنا، الفني اللي بالحكومة موجود ويقول تسوى أني أقط 700 مليون عشان اوفر 28 دقيقه او 40 دقيقه. انا 40 دقيقه من وين لوين؟ اللي هو من خلينا نقول الصبيه للديره، يعني بدل لا تمشي على الجون
اللي شوف المشروع اللي قاعد نتكلم عنه. اذا ممكن تردون الخريطه لو سمحتوا اخواني حتى يشاهدها المشاهد مع اذا سمحتوا كنترول. اي نعم. يعني شوف من مدينه الحرير تركي من يعني حتى من بوبيان مدينه الجسر وين راح يكون موجود؟ الجسر راح خط البنيان ماله يقص الجون تقريبا يعني الثلث الاخير تقريبا منا هناك من منطقه الحرير من منطقه يعني خلينا نقول تحت شوي اي من الحرير ويربط على الغزالي ويربط على الغزالي بالضبط. طيب ايش راح يخدم؟ اي منطقه راح يخدم؟ هو المفروض يخدم شمال الكويت وهو يربط البوبيان وكذا. بس يعني الفكره ممتاز. يعني لهالدرجه مشروعنا ان خلينا نقول بوبيان مشتغل ولا اقتصادنا يعني وصل لهالدرجه يعني وليش ما يوصل حق الدرجه يعني لا لا. في رغبه صاحب السمو امير البلاد ان الكويت مركز مالي واقتصادي. هناك من سيقول لك ان انا احتاج هذا الجسر حتى اعزز هذه العمليه في المستقبل. أنا وايضا جهه اخرى باشمهندس راح يقول لك انتم وينكم من زمان ما بادرتوا الا لما ظهر جسر جابر. لا بالضبط. انا عشان كذا قاعد اتكلم على الاجراءات. بس انا اقول الله يعين حضره صاحب السمو امير البلاد على حكومه مو على المعارضه يعني اللي قرار مثل هذا يؤخذ بهالطريقه بهالحجم. يعني انت دخلت بعد بازمه اقتصاديه والناس بنوك قاعد تطيح بالعالم وقاعد انفذ مشروع مثل هذا. بغض النظر انا ما اتكلم يعني على القيمه ولا انا اتكلم على انه يعني بالاخير في بديل في مبادره انا اعتقد تخدم كل حتى موضوع ان كان مرور ولا غيره بكل اريحيه ما تحتاج حتى تكلفنا هالتكلفه في وقت انا اعتقد عيالنا يعني خلافك على التكلفه الماليه. انا اكيد خلافي على التكلفه الماليه يعني انت دائما احنا قدموا مشروع بديل باشمهندس انتوا جمعيه مهندسين. لا هذا مشروعنا عشان كذا اقول لك بتوكل. المشروع نفسه ايضا اقضي على الزحمه المروريه. احنا ما عندنا وقت يعني كامل. لا ما راح اضيع وقت اكثر. لكن انا قصدي لا بالعكس انت مكسب لنا. إن المشروع نفسه هذا هو مبادرتنا. بعدين انا ما تكلمت على ان المشروع شوف المشروع مشى باجراءاته الصحيحه. انا اتكلم يعني الفطحه اللي بدا بهالفكره هذه هاي المشكله اللي بدا يا وقال في مشروع بهالطريقه ويكلف بهالطريقه وبهالتكلفه عشان شنو اربط. انا شوف هالفيلتشه كم سنه كانوا موجودين بفيلتشه لي قبل الغزو صحيح حتفكر بجسر معناه هذا اولى يعني هذا شيء اجتماعي قاعد تربط بجزيره. والله هناك احنا وين جزيرتنا؟ ما عندنا جزيره احنا الجون. ويا محلى هال700 مليون لو تنقط بمشروع مثل هذا وعليهم بالعافية القطاع الخاص. يعني أنا حتى قاعد أقول لك عقد مشاركة خلي يدخل القطاع الخاص لكن خلينا نبني يعني اقتصاد منتج. وإحنا ليش اختزلنا مبلغ 700 مليون إنه والله ممكن يعوضنا في شيء ثاني؟ ما هو 700 مليون جسر وفي مبالغ ثانية حق المبادرات اللي أنتم تبونها. خلوا البلد تشتغل. الله يسمع منك. وإذا أنتم كجمعية مهندسين إذا عندنا هالخير هذا يعني يعني الكل يعلم الشيء هذا يعني ميزانيتنا معلنة مش سر يعني. صحيح بس لو تشوف ميزانيتنا بتشوف الرواتب وبتشوف هذا. أنا ما أعتقد يعني مبلغ مثل هذا هو سهل. يعني عموما مهندس كونك كرئيس جمعية المهندسين تقدرون حضرتكم تبادرون في هذا المشروع وتقابلون سمو رئيس مجلس الوزراء وتطرحون عليه هذه الفكره وتناقشون هذا الجسر. هذه البدايه هذه البدايه الحمد لله وياكم كراي يعني وعلاقتنا وياكم وان شاء الله بالمؤتمر الصحفي بنكمل وبعدين راح يكون فيلم راح نعرضه ان شاء الله على صاحب السمو. اذا في 2011 مشاهدينا الكرام والدعوه عامه مثل ما قال رئيس جمعيه المهندسين الكويتيه المهندس حسام الخرافي والدعوه عامه للجميع اللي حاب يحضر وراح يشوف برزنتيشن عرض كامل لجون الكويت والمشاريع اللي طرحنا معاه بعجاله في هذا اللقاء. باسمكم بالفعل اشكر رئيس جمعيه مهندسين مهندس حسام الخرافي على قبولك هذه الدعوه ووفقكم الله لما يحب ويرضى ان شاء الله. كلمه الى المشاهد الكريم حبت جزاكم الله خير ابو تركي ما قصرتوا على هاللقاء. انا اخواني بس احب يعني اذكركم بالتاريخ هذا انه يعني هذه قصه ناس قبلنا بدوا بهال خلينا نقول الجمعيه وان شاء الله مكمله مع اللي ورانا وان شاء الله امانه واحد يحملها اللي عقبه ان شاء الله. نعم كل الشكر لك مره اخرى استاذ فاضل. شكرا لك. الله يسلمك. اذا مشاهدينا كل الشكر لرئيس جمعيه المهندسين الكويتيه المهندس حسام الخرافي. مستمرين معاكم ان شاء الله واترككم قبل الختام مع هذا التقرير الخاص مع قاهر الجبال وقاهر القمم مع الأستاذ والمغامر المبدع الأمانة اللي رفع اسم الكويت بكل محافل العالم وهو المبدع زيد الرفاعي وأيضا مع كتابة مجد القمم مع هذا التقرير. تحية لكم مشاهدين تلفزيون الرأي وبرنامج مسائي. احنا متواجدين اليوم في الساينتيفيك سنتر. ليش؟ لأن البطل الكويتي الرياضي زيد الرفاعي وثق مسيرته ومشواره الرياضي من خلال كتاب يحمل اسم مجد القمم. طبعا زيد الرفاعي اسم غني عن التعريف تسلق 7 أهم
قمم في العالم بالإضافة إلى قمة إيفرست. شنو قال زيد الرفاعي وشنو قاله والحضور راح تشوفونه كله من خلال هذا الريبورتاج. شرفنا أن يكون معنا الحين متسلق قمة إيفرست ومتسلق القمم البطل الكويتي العربي العالمي اللي كلنا في الكويت نفتخر فيه الأستاذ زيد الرفاعي. حياك الله معنا من خلال الرأي ومسائي. شكرا شكرا على الحضور وعلى هذه المقدمة الطيبة، ومشكورين دائما دعمكم مع الرأي من زمان ترى معاي. مشكور يسلمك، وهذا أقل شيء وهذا واجبنا أكيد كتلفزيون الرأي وبرنامج مسائي. إذا بنتكلم أستاذنا الكريم عن الكتاب مجد القمم، شلون جت لك الفكرة أو يعني شلون يالك البوش في أن أنت تسوي هذا الكتاب؟ طبعا هو حصيلة المسيرة اللي أنا مارستها بتسلق الجبال. كنت أدون عندي جورنالز اللي هم يعني المذكرات، فحنوا علي أصحاب لأن أنا حاضر بالمدارس بعض المرات وتدري الاسم والإنجازات مدرجة في وزارة التربية والتعليم، فأغلبهم طلبوا من كل مرة حاضر، فأعتقد كان نوع من الملل جاني، فاقترح علي أحد الإخوان قال حاول توثق كل هالمغامرات والصور، فجمعناها على فترة يمكن سنتين أو ثلاث، لأن أنا ماني كاتب يعني مو طبيعة إن واحد يكتب وكذا، فبس طبعا مساعدة أشخاص كثار فيهم مؤسسة كويت التقدم العلمي، المركز العلمي هني الأخ مجبل المطوع، الدكتور عادل عبد الجادر، سخروا لي ناس اللي ساعدتني بالإنتاج والتصوير، والحمد لله إن توفقنا في إنتاج الكتاب، ويحتوي أيضا في DVD مدمج معاه بنفس الوقت عشان الناس تأخذ فكرة عن التسلق، وأي أفكار عندها وايد تبي تسأل، فالكتاب كان يعني أحسن دليل أو أكثر توثيق إن حق أي أسئلة أجوب على أي أسئلة موجودة. هذا منك وقت 3 سنوات؟ لا، وهو طبعا كتبته على مراحل لأن أنا ما أقدر أكتبه إلا وأنا على سفر، فكنت أعتقد في كمبوديا قضيت فترة طويلة أو في شرق آسيا، وكنت أكتب أجمع المذكرات وأكتبها وكنت أسجل، ويعني هو مسألة هو موسوعة، بس طبعا كتبنا، وتدري الحين الانترنت استعنت باشياء كثيره ومعلومات وتوثيق، فالحمد لله يعني كان ان شاء الله يكون كتاب يعني متواضع بس ان شاء الله يحوز على اعجاب القراء. نعم هو مو متواضع كبير بما يحمله، وان شاء الله كل الناس والشباب يفتخرون في هذا الكتاب ويعطيهم بوش للبدايه من جديد. هل معنى هذا انه خلاص ما في تسلق لاشياء جديده؟ او طبعا انا مارس الرياضه لازلت عندي يعني، بس مو نفس قمه إيفرست، لان قمه إيفرست تطلب مجهود، وتدري العمر قاعد يتقدم، الانسان ما يقدر يعني ما يقدر يتم شباب طول عمره، بس صراحه ان اتسلق امارس رياضه الالترا ماراثون، هذه المسافات الطويله 200 كيلو 300 كيلو متر، فالحين عندي في يمكن شهر 2 رايح كوستاريكا، وبعدها رايح كليمنجارو مع فريق كويتي، فيعني احاول امارس كثر ما اقدر من الرياضه هذه، بس مثل ما قلت مو نفس يعني نمط إيفرست وهالجبال الكبيره هذه. الف عافيه كابتن زيد الرفاعي، ثانك يو سو ماتش، جود لك، وكلنا ان شاء الله راح نكون عشاق وقراء لهذا الكتاب. شكرا لك. مشكور، يا هلا، مع السلامه. مشاهدينا، كان هذا هو مساءنا في مسائي من الشباب بمشروع مبادرون إلى جمعية المهندسين، أيضا مبادرين كذلك في هذه القضية، وهي قضية قومية للأمانة مثل ما تفضل فيها رئيس جمعية المهندسين الأستاذ المهندس حسام الخرافي بأن مشروع قومي وهو مشروع جون الكويت. كذلك عندهم مؤتمرهم اللي راح ينطلق إن شاء الله، المؤتمر الصحفي في 20/11 الساعة 10 الصبح، والدعوة عامة للجميع، وأيضا ختام مسك كان مع قاهر الجبال وقاهر القمم المغامر زيد الرفاعي. كل الشكر لكم على حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، وإلى اللقاء.